وكل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. عجبت للشمس من في الصبح يظهرها ومن وراء الدجى بالليل يخفيها. عجبت للطير في السماء سابحة تسعى على رزقها ورزق اليوم يكفيها. عجبت للروح كيف الروح في بدني، سبحان من عنده علمها وباريها. عجبت للأم تؤتى اللبن إن ولدت، وإن تقع عاقرا لا لبن يأتيها. عجبت للأرض تؤتي الخير للناس، والشر يرجمها والكفر يؤذيها. العلم كله لله، الأرض قبضته، إن شاء ينشرها وإن شاء يطويها. سبحانه من إله واحد أحد، يبلي العظام وأنى شاء يحييها. لما خلق الله الأرض جعلت تميد، فخلق عليها الجبال فأرساها، فتعجبت الملائكة من خلق الجبال، وقالت الملائكة يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال خلقت الحديد فهو يكسر الجبال. قالت الملائكة يا رب هل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال خلقت النار فهي تصهر الحديد. قالت الملائكة يا رب هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال خلقت الماء فهو يطفئ النار. قالت الملائكة يا رب هل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال خلقت السحاب فهو يحمل الماء. قالت الملائكة يا رب هل من خلقك شيء أشد من السحاب؟ قال خلقت الريح فهو يحمل السحاب. قالت الملائكة يا رب هل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال خلقت ابن آدم ينفق بيمينه فلا تعلم شماله. أيها الأحبة الكرام، وكما بدأنا نختتم، خي ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة تلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي، ذلكم القمر اللامع والنجم الساطع، نجم ساطع في سماء قراء القرآن الكريم، وهب حياته للقرآن فحفظه الله بالقرآن ورفعه ربي بالقرآن مكانا عليا. مثل مصر في عدد من الدول العربية والأجنبية، طاف العالم شرقا وغربا كسفارة متنقلة لتلاوة القرآن الكريم، المحكم الأول دوليا في المسابقات العالمية، قارئ تشرف وتفخر به الليالي القرآنية، صاحب الصوت الجميل والأداء المتميز أحكاما وتجوينا وتلاوة، شيخنا فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك. أسأل ربي جل وعلا أن يفيض عليه بفيضات القرآن الكريم.
عساك إيه لي مش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه قسم لو تعلمون عظيم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يكون
اصل نسيت. شرف 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 عينينا يا سيدي. نسأل الله قبول لنا ولكم. نسأل الله قبول لنا ولكم إن شاء الله. حسن يا سيدي سعي ومشكور. ربنا يوفقك. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ترجعونها إن كنتم صادقين فأما
المقربين فروح وريحان فروح وريحان فروح وجنة نعيم وجنة نعيم فأما وريحان وجنة نعيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان صلوا على رسول الله. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب ضالين ف
جحيم إن هذا لهو حق اليقين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم باسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سيدنا محمد رسول الله إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم باسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إنه يعلم
يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى لا
ولله الحمد لا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة. فأكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قم من قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفوح بيانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ختمت هذه الليلة القرآنية المباركة بتلاوة قرآنية عطرة تلاها علينا ذلكم العلم القرآني، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، كروان مصر وسفيرها الدائم في أرجاء العالم الإسلامي، المحكم بالمسابقات العالمية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك. في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها الراحل الكريم رحمة الله عليه المغفور له بإذن الله تعالى الحاج علاء عبيده عبد الجليل، شقيق الحاج شفته عبيده عبد الجليل، استاذ قبر عبيده عبد الجليل، ابن عم الحاج مصطفى الالفي عبد الجليل، معالي السيد اللواء الالفي عبد الجليل، باسم عموم عائلات عبد الجليل بكل من فيهم تقدم بخالص الشكر والتقدير لكل القيادات التنفيذية والشعبية، سادة عمة القرى ومشايخ البلاد ورجال الأزهر والأوقاف وكل من جاء لكي يقدم واجب العزاء. كما أشكر الهندسة الإذاعية، محطات ديزل الكبرى، معرض الفني الإضاءة الحديثة الذهبية، وقصور الضيافة المتنقلة عبر جمهورية مصر العربية، مخازن الحاج مجدي قضى الله وأولاده، مهندس يمني قضى الله، مهندس محمد قضى الله، المقيمين بقفر شبرا اليمن. شاكرا لمصور هذه الليلة القرآنية المباركة، صاحب الموقع الإسلامي الكبير على شبكة الإنترنت، قناة المهندس رضا درويش القرآنية،
العظيم بقفر شبرا اليمن، شاكرا للخدمات الفندقية متر محمد رمضان المقيم بلهدورة، متر محمد عزمي والمقيم بأبو نمان. وفي الختام لكم تحياتي محمود أحمد ذكر الله من أسرة المذيعين، شكر الله سعيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.